يحتاج إلى زاد إيماني أعظم يكون له ورد من القرآن ولو يسير. والله إن النظر في المصحف يورث في القلب أثرا، فكيف بتلاوة القرآن؟ لو يفتح المصحف يعود نفسه على هذا. ولا يشترط، يعني قد يكون هناك إنسان منظم هذا غير، لكن لا يشترط في أي موضع أي مكان، حتى لو قدر مرة على مسجد فيدخله مبكرا، يتأخر قليلا، يفتح المصحف يقرأ أي ما تيسر له، فإن هذا بإذن الله يورث في قلبه إيمانا وحياء من الله. وإذا وجد إيمان وحياء من الله يسلم العبد. الأمر الثاني، لا بد، وهذه ليس فيها يعني مسألة تنازل، تنازل بمعنى يسير، يعني ليس من تنازل عقدي، وهو أن يكون له حظ من صلاة الليل ولو 3 ركعات. وأنا أحب، وقد دلت السنة على هذا، أن الإنسان قبل أن يأوي إلى فراشه يركع 2 أو 4، هذا غير ما يقوم له، لكن يكون آخر عهده قبل الفراش الصلاة.